فلذلك من بعد رسول الله خلاص شنو صار حالها؟ صارت جليسة الدار، صارت منهدة الركن، معصبة. طبعا خليك بعد ايش سووا بيها من تكسير الأضلاع، من اسقاط الجنين، من لطم العين. هذا التكذيب في حق فاطمة عندها اكثر من اللي سووه، يعني هذا الألم المعنوي والروحي اكثر من الألم الجسدي على فاطمة. لذلك صارت تبكي رسول الله ليل ونهار، وينك يا رسول الله؟ وينك اللي كنت مدللني؟ وينك اللي كنت بحب واحترام وتقدير بأيامك؟ هسه وين؟ لذلك صارت تتشوق لكل شيء يذكرها برسول الله، كل شيء يذكرها برسول الله صارت تحب تشوفه. كانت تأتي لأمير المؤمنين يقول له يا علي طلع لي قميص أبويا، خلى أشمه، أشم بريح أبويا رسول الله. والأعظم من ذلك، لأنه يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول بقيت جدتي فاطمة من بعد جدي رسول الله كالخيال، خلاص هدوها، تعبوها، ذوقوها المر. يقول لك صارت تشوق تخيل كل شيء يذكرها برسول الله، ومنها لو صوت مؤذن ماله. لذلك يقولون بلال من بعد وفاة رسول الله سوى عهد على نفسه. شنو هالعهد؟ قال بعد أنا ما أذن قط لأحد بعد رسول الله، ما أصعد مأذنة. لكن يقول لك يوم من الأيام، هذا قرب وفاتها، تشوقت لسماع صوت بلال وهو يصدح بالأذان، ما هي مؤذن رسول الله. إجا وقالوا لبلال يا بلال يا مؤذن رسول الله، فاطمة متشوقة تسمع صوتك اللي يذكرها بصوت ويذكرها بأيام أبوها. يقول لك أنا معاهد نفسي ما أأذن، وأخاف لو أأذن أصدع قلب ابنة رسول الله، أخاف عليها. قال مو هي تريد بالنتيجة تلبي لها هذا الطلب، وهي لو كانت بآخر حياتها. يقول وقالوا لفاطمة أن تقف في صحن الدار تسمع شنو؟ أذان بلال، وبلال صعد إلى المأذنة. تخيل بعين قلبك هالحالة، ها شلون يعني؟ أنت اليوم اللي عندك عزيز، شوف على السجين هو ميت كذا، كل شيء، غرفة تذكرك به، ملابس تذكرك به، كل شيء يذكر من محيطه وما حواله به. فلذلك تخيل يوم بلال بعد مدة 75 يوم ما أذن ولا ركب مأذنة، الآن جاء يصعد على المأذنة ويؤذن، شلون حال فاطمة؟ يقول عندها ركب بلال صعد على المأذنة، ها تتصور هذا الحال، وفاطمة واقفة بصحن الدار مو بعيدة، ها المسجد لبيت فاطمة ماكو فرق يعني أمتار، فرفع صوته بالأذان. تخيل يوم سمع التكبير، ها يوم أذن وجاب تكبيره، ماذا فعلت فاطمة؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يقولون عندها تحادرت دموعها على وجنتين وهي تقول وأبتا ومحمدا. لكن تعرف الأصعب وين؟ الأصعب عندما وصل إلى اسم رسول الله، هنا المصيبة العظيمة. أشهد أن محمد رسول الله، وإذا بفاطمة تسقط على الأرض مغشى عليها. وإذا بالناس يقولون يا بلال أمسك، فقد ماتت ابنة رسول الله، قد فارقت الحياة، رشوا عليها الماء أفاقت. قالت له يا بلال
أكمل الأذان قال لا لا يا بنت رسول الله أخاف عليك أن تكوني من الهالكين. خاف تموتين يا فاطمة. لذلك هذا حال مولاتكم مثل هكذا ليلة تخيلها على فراش المنية ها أولادها حواليها، الحسن على صدرها، الحسين عند رجليها، أمير المؤمنين جالس عند رأسها. يقول رمها، رمى العمامة من على رأسه ورداء من على منكبه وخلى رأس فاطمة على وين؟ على صدره. وإذا بها يا تخاطب أباها رسول الله، أبا يا رسول الله قد فقدنا ياك فقد الأرض وابلها فاختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا. أبا يا رسول الله صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. يقول لها يا بنت رسول الله شبيك الليلة أشوف حالك متغير. تقول يا أبا الحسن أتوقع بهالليلة إني لاحقة بأبي، أنا من مناد وفاطمة، أنا من مناد وسيدتا. ويلي تحادرت دموعه على وجنتيها، بمن العزاء بعدك يا رسول الله وبعد فاطمة. ويلي خلى راسها بحجرة ودنق وانحنى عليها وفاضت بالدمع عينه وصاح المرتضى بيها يا منصور بصير الباب هل ونا تخليها ولا تبجين وتونين يا زهرة فجعتيني يا معلولة يا منحولة يا مضروبة علمتونج يا مهضومة يا مهضومة يا مهضومة يا مظلومة يا ملطومة على عيونك يا مرفوسة على ضلوعك أشوفك من خطوف لونك وما تحكي يا زهرة وياي جنك ما تعرفيني وهاي زينب تنوح حداك وام كلثوم واولادك وراسك ما تشيلين يا زهرة من على وسادك لا يم الحسن وحسين حان اليوم ميعادي وايش اللي عليك اليوم زايد يا ضو عيوني شبيك يا فاطمة جرح الصدر بالمسمار زاد عليك يا ام حسين لا ضلعك مقل منك يا زهرة لا صواب العين لا حان الأجل واليوم قصدك للقبر تمشين شنتي سلوتي واليوم بعدك من يسليني ويلي والزهرة بنفسها تجود فوق الفرش وتنادي يا حامل حما بموت يمي قرب أولادي وخل زينب عد راسي وحط ايدك على فادي وخل هذا عن شمالي وخل هذا عن يميني ويلاه
وقعد يا علي وياي لساعة قبل موتي، ولمن غمضت عيني يا حيدر جيب تابوتي. وهالليلة أبا سافر يا حامل جار عن بيوتي، وضرب الشين يا أبو حسين فرق بينك وبين. اسمع وصيتها الأخيرة، يا حامل حمى بوصيك دير العيل أولادي، وغسلني بظلام الليل من خلصت أيامي، ولا تمسح على ضلوعي تراها مكسرة، ولي من نامت العدوان تالي الليل شيعوني. ألا من مناد وفاطمة، ألا من مناد وسيدتا. يقول أغشي عليها، ها رمت زينب بنفسها على تلك الأم. تعرف بعد هذه آخر لحظات ما تشوف أمها. يقول لك لما أفاقت من غشوتها صارت توصى أمير المؤمنين علي بالك بالك على زينب، هذه المدللة هذه الصغيرة فيهم لا تضيع بوجودك. شو ظلت تقول؟ والله يا يما من أبقى من عقبك يتامى، يتامى ثار الدهر صوبنا بسهامة يا يا يا، والليل بعدك ما انام يا من عين قبال عيني طول تشيلوح، اي والله من عين قبال عيني يا 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 طول تشيلو. بنت من أم من حليلة مين، ويلون لمين سن ظلمها يا وأذاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك، طبعا قبل الدعاء هاي الإخوة عندهم كأنما جمع للمقبرة، هذه شو بها بنيان وكذا، المهم للمقبرة يريدون يسوون جمع، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا كنمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم اشف مرضانا، فك أسرانا، أرجع غربانا، غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم ومن أراد شيعة فاطمة بسوء فأرده، ومن كادهم فكده. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أيد وسدد حماة الدين العلماء العاملين، لا سيما شيخنا الجليل أبا سامي، جماعتي الحاضرين فردا فردا، لا سيما المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع. أطل اللهم في أعمارهم وسع في أرزاقهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا سيما الفقهاء والعلماء والشهداء وخدمة الحسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.